وقت آخر ميان كين فيف هذه بداية هذا الشوط الثاني. كرة خطيرة ليو ميسي، با 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 الدفاع يخرج هذه الكرة الصعبة كتير لصالح المنتخب الأرجنتيني. ليو كرة كانت من أروع ما يكون. ليو ميسي خرج خلف محاولة المراوغة والتسديد قوية من غلوتشاكوف. بعيد الكرة، ما زالت الخطورة. أولالا الحارس يصد هذه الكرة. كأن عناصر المنتخب الروسي تلقت هدف وانتفع. يا جوميز، أليخاندرو جوميز، إدواردو سالفيو الكرة. ميسي مازال، ميسي يلعب بينية مع أغويرو. دي ماريو دخل، دي ماريو، دي ماريو. بعيد الكرة هذه من أنخل دي ماريا، كاد يأتي الجول. اي 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 تمريرة رائعة جدا من قبل كنية، تنفذ عالية وتمندي خلاها لليو، رجعت للخلف أغويرو بعيدة على اختراق دفاع المنتخب الروسي والوصول إلى مرمى أكن فيف، والروس كذلك. كثافة العددية تساند في فريقها. مرفوع الكرة، روميرو بصعوبة يخرج هذه الكرة، الحكم يصفر له خطأ. كانت مرة ثانية وضعية تسلل أم لا؟ خطيرة، جول جول سيرجيو أغويرو في نهاية المطاف يسجل جول، هو الهدف 35 لجوهرة مانشستر سيتي وجوهرة الأرجنتين. لعبة من أروع ما